السلام عليكم حبيباتي، مرحبا بكم على قناتكم غساتي ليلي. ان شاء الله راح نديروا كرواسون فريمون كرواسون بنين بزاف وساهل، يجي فيتي يعني يجي مورق، يعني بلا ما يعني بلا ما نديروا العجينه مورقه. الوغ هنا شنو قلنا العجينه تاعنا، هنا عندي كاس تاع حليب عادي، عندي كاس تاع الماء دافي، هنا عندي ملعقه كبيره تاع خميره الحلوى يعني كويا غاسوب ليفيغ بولونجور، وهنا عندي لا ليفيغ شيميك خميره الحلوى، عندي زوج حبات بيض، عندي فرينه، عندي شويه ملح، وعندي الزيت. الوغ نبدو بسم الله. الحاجه الاولى الماء دافي كما قلت لكم، يعني هاي السخانه راه بالخف تخمرنا لاباط، ان كويا غاس كافي تاع لا ليفيغ بلونجور، خميره الخبز ملعقه كبيره. راح ندير هنايا البيض، هنايا راح ندير الحليب تانيك، فوالا راح ندير بيضه كامله، وراح ندير بياض ونخلي الصفار باش ندهن به من بعد، فوالا كيما هكا خليت الصفار. من بعد هنايا راح نخلط ملعقه سكر، عفوا هنا راح ندير 2 ملاعق سكر، مش ملعقه، لا كنديروا انا غنديرها حلو بالشوكولا يعني كرواسون نورمال حلو، بصح لا كنديروا كرواسون مالح يعني نفس العجينه السكر ديروا غير ملعقه ما ديروش زوجه. انا راح ندير زوج، فوالا هنايا غادي نخلط. راني خلطت مليح، هنايا غادي نغطي نخليه تم بعد شي دروك، هنا غادي نغطي ونخلي هذا الخليط يريح واحد 15 دقيقه يعني يخمر غير شويه، ونعاود نرجع لكم ان شاء الله. ورا حبيباتي هنا بعد العجينه تاعي ما بون العجينه الخليط اللي درناه ريح شويه واحد ربع ساعه ولا يعني يخمر غير شويه ماشي بزاف. هنايا راح نديرو الزيت، الزيت اللي عبرنا به هاد الكاس فيه 200 عفوا 200 ملي، راح ندير غير الربع نتاعه منكترش. وهنايا فاينا عبرت لكم بالكاس، الكاس فيه 250 ملي، هذا كاس كبير تاع الماء نشربو فيه الماء. هنا راح نديرو فاينا بعد نديرو الملح نغربلها بيان سيغ. فوالا هنايا نديرو الفرينه وندير خميرة الحلوى، هاد الساشي فيه 15 غرام، نقربل. وهنايا راح ندير الملح، حوالي نصف ملعقة صغيرة تاع ملح، نزيد شوية، فوالا ونخلط. نزيد فرينه يعني تحصلوا العجينه متماسكه. درت الكاس الزاوج، نزيد الثالث ونغربل. نقول لكم شحال جاتني من الكاس تاع فرينه، راني نميت العجينه تاعي يعني تحصلوا العجينه تكون كيما هكا متماسكه يعني ماشي طريه ماشي قاصحه. الوغ دخلت لي ربع كيسان ونص تاع فرينه، ربع كيسان ونص على يعني على حسب نوعيه الفرينه، والكاس هذا اللي فيه 200 ملي الا كبرتوا الكيسان غتجيكم اكثر، يعني ديروا فرينه حتى تحصلوا على عجينه يعني تكون شاده روحها كما قلت لكم ما ناشفه ما طريه. هنا غندلكها غير واحد شويه كيما هاك ونديرها تخمر كما تقدروا ديروا في العجان الا بغيتوا. ندلكها هنايا صافي سي بون بزاف عليها، نخليها تخمر نغطيها نخليها تخمر، كي تخمر ان شاء الله نعاود. ولا حبيباتي هاي العجينه تاعي راهي خمرت يعني ضعف الحجم تاعها كما كنت تلاحظوا معايا. فوالا هنايا نديكازيها كيما هكا غير بشويه،
فوالا كيما هاك. وهنايا نديرها في بلون طرافاي. بسم الله نديرها هكا طول. ندير شويه فرينه من تحت. فوالا كيما هكا. نكورها كيما هكا على الطول. شغل حربوش كيما هاك. وهنايا غادي نقطعها. فوالا نقطعها بالخدمي ولا بهاد لاغولات هادي. نقطعها هكا على زوج. وعاود كيما هاك يعني نديرو كويرات صغار يعني حوالي قد الحبة تاع المسمن. دوك انا غادي نكورهم كاع كيما هاكا. نديرهم هنايا قد الحبة تاع مسمن كيما هاكا. ها هو هنا ونخليهم هنا. ولا حبيبات تاني قطعت العجينة تاعي كما شفتوني جاتني 16 حبة. غادي نورق 8 8 راح ندير زوج خبز يعني 8 8. نبدا نحل وحده كما راكم تلاحظوا معايا. اعطوها الشكل دائري وديروا شاك فوا ديروا فرينه باش ما تلصقلكمش ولا المايزينه من الاحسن المايزينه. فوالا هنا نبدا نحلو. راني ديجا حليت كما شفتوا معايا حليت ربعه ويعني كل دائره نطلع ليها الزبده ولا المارغرين تكون طريه. هنايا نديروا الفرينه ولا المايزينه باش ما تغبنكمش العجينه. نحلها على شكل دائري نحلوها شويه رقيقه ماشي بزاف يعني غير شويه كما نديروا البقلاوه تاع المايزينه. هنايا ندير الزبده طريه قد ملعقه صغيره معمره مليح ونطلعها كاع في الدائره هاد العجينه الدائريه هادي. فوالا ونعاود نحطها هادو اللي حليتهم قبل نحطها كيما هكا على اختها. نعاود نحل وحده اخرى كيف كيف توجور ندير الفرينه ولا المايزينه من الاحسن المايزينه من الاحسن يجوا مقرمشين. فوالا نحلوها نجيب الزبده نعاود نطليها تانيك. كما قلت لكم جاتني زوج خبز غادي تجيني 32 حبه تاع الكرواسون. نعاود نحطها يعني حتى نكمل العجينه تاعي كاع. ولا حبيبات هي العجينه تاعنا بعد ما خليتها ريحت في الثلاجه يعني 15 دقيقه ولا في المجمد خلوها يعني باش هذيك الزبده ما تغبلناش كي نحلوها. انا غادي نبدا نحلها ندير شويه مايزينه الفرينه ونبدا نحلها يعني كي تحلوها روحوا من الوسط وروحوا ويعني في نفس الوقت عاودوا دوروها باش يعطينا الشكل يعني تجينا دائريه. وحلوها رقيقه يعني كيما تاع لاباط فيتي يعني عجينه مورقه ماشي رقيقه بزاف ماشي غليظه يعني كون ديروها رقيقه راهي ما تورقناش الكرواسون تاعنا ما يتورقناش في الفرن يعني ديروها نورمال يعني كيما العجينه المورقه. فوالا نحلوها مليح. ولا حبيباتي بعد ما حلت العجينه كنت تلاحظوا يعني حليتها كبيره عاود بيدي نحاول يعني نقرصها يعني باش يجينا فيتي. هنا نحكم لاغولات تاع البيتزا نقسم على زوج يعني حاولوا ديروها في الوسط. نعاود نقسم على ربعة ونعاود على ثمانية فوالا ونعاود كل وحدة نقسمها على زوج كما قلت لاحظوا يعني كما نديرو كما نقسمو البيتزا يعني نفس الشيء. وهنايا راح ندير فتحة بلاغولات نديرو فتحة صغيرة يعني ماشي كبيرة في الأطراف. وهنايا يعني فتحت شوية كما كنتو تلاحظو معايا. هنايا بسم الله نبدا ندور يعني غادي شوفو معايا مليح غادي ندور كيما هكا. هادي نجيبها هنايا نبلع عليها هنايا كيما يديرو بوراك. ندورها كيما هكا يعني غير بشوية فوالا كيما هكا. هنايا نديرها كيما هكا ويجي عندها الشكل تاع الكرواسون. وهنايا ندور وهنايا غادي نجبد شويه كيما هاك نكسلها في الاطراف كيما هاكا بيان كسلها. فوالا وندور ندور مليح كيما هاكا. وهذه نديرها من التحت فوالا. وهنا يجي عندنا الشكل تاع الكرواسون هذه من التحت نحطوها هاكا من التحت. ها هو الشكل تاع الكرواسون تاعي نحطها هنايا. نعاود لكم وحده يعني عشوه التوراق ندور كيما هاك غير بشويه. انا نحاول ندير كيما هكا هاهنا. وهنايا ندور ونزير شويه يعني نزيرو دورو وزيرو يعني شوفوا لاباط السمك تاعها كي راه نكسل كيما هاك يعني شوفوا نكسلها كيما هاك هاهنا وندور
فوالا ها هنا الكرواسون تاعنا. دوك نكملهم كاع ونديرهم في الصيني نخليهم يرتاحوا واحد 10 دقائق ولا ونعاود نرجع لكم. وحبيباتي ها هو الكرواسون تاعنا راه ريح يعني خليته واحد 20 دقيقه يعني عاود خمر المره الثانيه يعني ضروري باش يجينا خفيف. دهنته بشويه بيض كما تلاحظوا درت فوقه شويه ججلان. الفرن تاعي حميته من قبل يعني واحد ربع ساعه من قبل حموه على 180 درجه نطيبوهم يعني يطيبوا في غردهم ما تقلقوش عليهم باش الفيطاج يطيب لنا مليح 180 درجه. انا غادي ندير لا شالور تورنونت يعني مروحه تقدروا تطيبوه عادي يعني كل وقت الفرن تاعها. نخلي واحد 35 دقيقه نقص له 180 نخليه يطيب فيه غرده ونشوفوا ان شاء الله واجد. ولا حبيباتي هاو الكرواسون تاعنا راهم وجدوا يعني شو كيشاو جاو هايلين يعني شابين بزاف يعني صنع منزلي عفوا وجو رائعين يعني شو كيجاونا فريمون جو روعه يعني شوفوا التوراق تاع لي هاونا فريمون مرقين وكروستيون يعني يجو كروستيون كما قلت لاحظوا معايا يجو هايلين هاما وينا يعني شو كيجو. ولا حبيباتي هاي الوصفه تاعنا نتمنى ان شاء الله الوصفه تكون عجبتكم وتجربوها. ودوك حبيباتي مقلي لكم تهلاو في رواحكم ونتلاقوا ان شاء الله في وصفات اخرى. ما تنسوش تجيبوا لي لايك والسلام.